شو بدي اشوف؟ لما اصرخ عليه وابلش الله يحفظها. بدي اخذها. احمد فيك انت تحط لي اياها هاي الحديده؟ والله ما عرفت كيف فلتت، عم بفتح الباب وقعت مني. خلاص انا بدي اصورها، مش بدي امد ايدي ما اصورها. عبيلي اياهم. ما هلا صورها يعني بطلع صوتنا كمان. ما هيك عم تقول لي سته لاقول لك اياها الهويه والمفاتيح تاعون البيت والدفتر. قلت لها اولادك كانوا سارقين هون، لعلمهم كانوا ضايعين بالشارع، لعين كانوا ضايعين بالشارع. لا قوم قول يا ربي بالشارع نمشي يلا عربية المجرمين ليهم. ما عم بقول لك لما اصرخ يطلع صوتي بتخاف. بيقولوا لي يا خسارة ربيتيه وتعبتي عليه، يخليكي متضايقة وعم بتسبس وعم بتقلق.